خير يا حقيقة. سكت الأولاد، ما تخليهمش يعيطوا. أنا بخير يا خديجة. سكت الأولاد، ما تخليهمش يعيطوا. أبو شنب. نعم. والنبي وانت ماشي كده بص، لو لقيت مصطفى حسن ابعته. وما لقيتوش؟ ما تبعتوش. انتوا بقالكوا قد ايه بقى ما اكلتوش لحمه؟ هي اللحمه طلعت والله ان جيت للحق احنا نسينا شكلها. لك خاطر ام توفيق، انا ما عنديش مانع اكتب لك عقد مؤجر بالثلاث صناديق واسجله لك في الجمعيه والشهر العادي.